السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، حلقة النهاردة للناس اللي هي ملهاش في السياسة، للناس اللي هي معلوماتها في السياسة قليلة ومش عايزين يعرفوا حاجة عن السياسة، يهمهم الوضع الحالي، نعمل فيه إيه، نتصرف فيه إزاي. الأزمة الأوكرانية، سلسلة الحلقات اللي احنا بنعملها دي او اللي انا عاملها اسمها في 7 سنين، ازاي 7 سنين اثرت في بلد زي اوكرانيا. الوضع الحالي ان اوكرانيا اتاخد منها الدنباس رسمي نظمي حاليا، وفيها جيوش بتاعت انفصاليين ومسيطرين على المكان، وروسيا بتدعمهم والجيش هناك والوضع اللي حضراتكم عارفينه، ولكن هذا الامر عسكري سياسي بامتياز. فكلامي هو السبع سنين هينعكس ازاي على الشعب الاوكراني وحياته. ممكن اوكرانيا تطلع اقوى من الازمة دي، ممكن تعديها او تعدي الازمة دي واوكرانيا تطلع منها متعافية وفهمت حاجات كتير. انا النهاردة عايز اقولك ايه الحاجات الكتير اللي ممكن يكون الشعب الاوكراني استفادها وممكن تفرق في شكل الحياة في المستقبل القريب. في 7 سنين من ساعة الثورة الأوكرانية 2014 لحد 2021 ومع بداية الأزمة مع روسيا وتصاعدها، في الفترة دي جربنا حاجات كتير. الثورة أصلا معمولة كانت عشان الانضمام للاتحاد الأوروبي والخروج من العباءة الروسية، وده أمر سياسي ما لناش دعوة بيه، ولكن في الحياة العملية داخل أوكرانيا العملة نزلت من دولار يعمل 8 جريفنا بقى يعمل 27 أو 24 جريفنا، وبعد كده وصل 27-28 في الأزمة. فالناس من وجهة نظرها أن الحياة بقت خوجة، بقت خوجة يعني أسوأ يعني. فخوجة يعني الأسعار أعلى، بقى في مثلا طبعا المواصلات غليت، أسعار الغذاء والمواصلات غليت، الرواتب مش متناسبة مع الحياة، الغاز غلي، الكوارتلاتا أو المصاريف الشهرية اللي بتدفع للصيانة وكده بقت أغلى أعلى. ففي عدم، مفيش ساتسفيكشن كده عند المواطن. في هذه الأثناء ال7 سنوات بتجري أوكرانيا أن هي تطبع مع الاتحاد الأوروبي علشان تنضم للاتحاد الأوروبي، ولم يحدث. يعني جربنا 7 سنين مع الاتحاد الأوروبي، وجربنا 4-5 سنين مع روسيا ويمكن أكتر. النتيجة قلنا كأوكران، قلنا ان وضعنا مع روسيا ان روسيا دولة كبيرة وهتدعمنا ده هي، فوجدنا ان روسيا عايزة اللي يدعمها احيانا وبتتعرض لازمات، ومش الحياة هي الروعة قوي في روسيا علشان نحاكيها في اوكرانيا. برضو مرتبات منخفضة، السلع بتغلى، نفس المشاكل. طيب رحنا على الاتحاد الاوروبي، نفعنا بحاجة؟ نفس الموضوع. المواطن العربي اللي عايش في اوكرانيا شايف مشاكل، ان القوانين مش مساعدة قوي، ان هو يجي متجوز ويعمل اقامة عشان ياخد الفيزا ويدخل البلد، يا برافو قوي ده عمل حاجة ما حصلتش، وبعد كده يعمل اقامة المؤقتة، يجي عايز يشتغل ما يعرفش يقول اصل مش من حقك، ايه الهزار ده. فيعني المواطن العربي شايف ان القوانين مش معاه قوي، او مش ده الصح. الانسب ان انا يبقى ليا الحق في العمل، اقدر اطلع اذن عمل، اقدر اشتغل بالاقامة المؤقتة، ما انا معايا زوجة وعايش في البلد ومعايا اقامة مؤقتة، ايه اللي ناقصني عشان اشتغل؟ ليه ما اشتغلش؟ فدي من وجهة نظر المواطن العربي المغترب او اللي جاي البلد جديد. ولكن حد خد الجنسية الاوكرانية من العرب برضو وبقى اوكراني وبقى خلاص مندمج في المجتمع، فشايف اللي هم شايفينه بالظبط، اللي هو انا عايز اشتري شقة، لا ده شقة غليت جدا ما ينفعش تشتري في العاصمة اصلا ولا حتى على حدود كييف، روح بقى خاركف ولا حاجة تلاقي حاجة تناسبك. طب ايه اللي يوديني يا جماعة هناك؟ واما روح خاركف الاقي برضو الاسعار قريبة ما راحتش بعيد، ومش لاقي حتى المكان اللي هو فيه اسعار رخيصة، حتى بعيدة قوي وملهاش مواصلات. في الجيلوي كومبليكس الحاجات الجديدة اللي بتتبني، يقولك طب نروح بقى دنيبر برضو حاجة حلوة ومكان راقي وبتاع ده وارخص شوية من كييف وخاركف. يلاقي الجيلوي كومبليكس لسه ما طلعش وعليه مشاكل وترخيص قضية. فالمواطن وجهة نظره ان لا مش ده الانسب ان انا اكون مع روسيا، ومش الانسب ان انا اكون مع الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اديكوا شفتوا في هذه الازمة
ما نفعش اوكرانيا يعني اوكرانيا طبعا اكيد انا كمواطن اوكراني او كرئيس اوكراني متطلع ان الاتحاد الاوروبي يدعمني زي ما انا شايف، يعني انا في تهديد والارض هتتاكل او هيبقى ما فيش اوكرانيا مثلا حسب ما على حد قوله، يقول لك مش هيبقى في اوكرانيا لو روسيا احتلت البلد، فانا في تهديد مباشر وما فيش دولة اوروبية حطت جندي يقف جنب جنودي كتف بكتف، كل بعتوه سلاح سلاح سلاح. طب يا جماعة الوقت انا محتاج ان انا اتدرب على السلاح واظبط مواقع السلاح اجرب السلاح، هو في وقت جاي تديني سلاح قبل الاجتياح بثلاث ساعات ولا بثلاث ايام ولا بثلاث اسابيع؟ ففي غصة كده داخل الاوكران دلوقتي وانا بتكلم، وقت ما هتشوف الحلقة دي ايها المشاهد الكريم، غصة داخل كل اوكراني. الاوروبيين خذلونا، الامريكان بيخذلوا طوب الارض عادي، يعني في مثل كان بيتقال عندنا في مصر احد السياسيين كرره عن اكتر من سياسي، يقول لك ايه اللي متغطي بامريكا عريان، ده قاعدة عارفينها بالذات لو كنت ما انتش الاقوى، يعني مثلا في ازمة انت الاقوى واللي قدامك المنافس بتاعك اقل منك قوة، بس انت علشان ما يتعملش عليك عقوبات فبتستعين بامريكا ساعتها تدعمك، تقولك لا خش وملكش دعوة اطحنهم، فامريكا بتقف جنب القوي. وزي مثلا ما كان عندنا الارض المصرية والارض العربية محتلة ومحدش في العالم عمل لنا حاجة وبقينا يعني نصرخ 67 لحد 72 ونص لحد نص 72 لحد ما جات لنا الرسالة الأمريكية المباشرة الواضحة للرئيس أنور السادات، أما قالوا له بصراحة لازم تحركوا المسائل، انتوا جثة هامدة، الوضع ميت، مش هنقدر نعمل لكم حاجة. قعدنا 5 أو 6 سنين بنتكلم في حاجة إجابتها في الجملتين دول، إنكم جثة هامدة حركوا المسائل، يعني محدش بيحترم حد من غير قوة. مفيش في ناس مثلا تقولك انت ممكن تحتل قلوب الناس بتاعت الشعب مثلا المجاور بالفكر، بالفكرة بالأداء بالأخلاق بالتجارة بالحسن الخلق، ده كلام جميل جدا، ولكن حسن الخلق ده لو الشعب كله بحسن الخلق ودخل عليهم ناس بالسلاح هيركعون كلهم، مش هتعرف تعمل معهم حاجة، 3000 واحد ممكن يركعوا 5 مليون، هتعمل ايه بالفكر؟ لما في 3000 واحد ضالين معاهم سلاح يركعوا 5 مليون واحد اصحاب فكر ويقتلوهم، حتى ليه يركعوهم؟ اركعهم اضيع وقتي؟ اقتلهم يا عم وخلص. فهي ده الوضع، مفيش فكر من غير سلاح يحميه. مثلا عندنا الجيش المصري في سنة 73 اما دخل، ودي جزء عسكري وسياسة بس يعني بنحاول ان احنا نعمل فيها حاجة نوديها في حتة التنمية البشرية، الجيش المصري اما دخل في 73 ورجع ارضه، يعني مش داخل في ارض عدو، ده داخل يرجع ارضه، تخيلوا جزء كبير من الوطن العربي والعالم كله كان يقول لك لا بس خطوة مستحيل المصريين او العرب يعملوها، يخافوا، نخاف ايه؟ وفعلا كان الجندي المصري جواه خلاص رعب وخوف قبل 73، لكن يوم الحرب وما طبعا الابطال هم النسق الاول، اول حد عبر من كوماندز وسلاح المهندسين وبعدهم الطلعات بقى الجويه اللي ادت ثقه اكتر للمشاه وللمظليين اللي نزلوا بعد كده، قد ايه ان بعد ما تطأ قدمك على الارض وتلاقي اللي قدامك ايه ده مش وحش مجنح ولا حاجه، لا ده ناس عاديه وبخلص عليهم وباخد ارضي، فبدأ يبقى فيه ثقة 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 لحد اليوم الموعود اللي انا عامل عليه حلقة يوم 14 اكتوبر 73. اليوم ده انا عامل عليه حلقة ونص كمان، يعني حلقتين، فالمهم يعني هنشوفه مع بعض بعدين. المهم فانت ازاي حشدت حد خايف جدا، خايف حتى يرجع ارض، ولكن بدأ يتحرك، فالعالم كله بدأ يجري على مصر، يا جماعة بالراحة شوية، طب مش عارف مش هنوقف لحد يوم 14 العالم كله بيجري وراك رغم ان انت بلد صغيرة مهزومة مذلولة 5 6 سنين بتجري في المؤتمرات الدولية وكل دولة صغيرة تيجي مثلا ولا دولة كبيرة حتى
ألمانيا فرنسا أي حد كان حتى في صراع بينك وبينه أو عداء بينك وبينه زمان بتتوسل إليه يجي يزورك، ولا مثلا تيجي تزوره، ولا حد مندوب من عندنا يروح الأمم المتحدة فيقابل حد من ألمانيا بالصدفة يقول له والنبي كلم لنا أمريكا، والنبي كلم لنا خليهم إسرائيل ترجع لنا الأرض، حفينا بقى شكلنا وحش قوي، كل على كافة الأصعدة، على مستوى دبلوماسي، على مستوى إعلامي الإعلاميين، على مستوى الدبلوماسي مثلا بكلمك على السفارات بتاعت مصر وهي مكان أكثرها، ما أكثرها طبعا. زي ما أوكرانيا بتعمل تروح هنا وهنا وهنا، الرئيس الأوكراني الحقوني بلدي بتروح وبتاع، محدش بيعمل لك حاجة طول ما أنت حاسين إنك ضعيف. اضرب أول طلقة ووري نفسك أو show yourself إن شاء الله بحاجة صغيرة، صدقني في ناس هتبتدي تتعاطف معاك. الشعب المصري بقول لك يعني اما حس ان احنا قدرنا ندخل سينا ونعمل اي حاجه ان شاء الله نخش ناخد مثلا ندمر دبابتين ونرجع، بقى عنده فخر كبير جدا. ده كان يعني قمه طموحاتنا ان احنا ندمر لهم مثلا صاروخ، ندمر لهم دبابه، نقتل لهم جندي، يعني كان اي حاجه، يعني اغراق المدمره ايلات، او ان هي ما اغرقتش، هي عطبت فقط، فاعطابها في حد ذاته كان نصر كبير بالنسبه لنا. تخيلوا طموحاتنا نزلت ليه، ارضنا محتله مش عارفين، طيرانهم بيخش علينا كده كل يوم عادي ما بنعرفش نعمل معاه حاجه، يخش يضرب حته ويجي محطه كهرباء، محطه تكرير البترول في السويس، يخش يضرب وبتاع، يضرب مصنع ابو زعبل، كان طيران يعدي يخش لطيف جدا، خش اي حته، لدرجة ان احنا نقلنا الكلية الحربية لحتة تانية، ودينا الكليات العسكرية لليبيا وللسودان، وقفلنا خط طريق الصعيد، عملنا اذلال جوه بلدنا سنين محدش شاف المرار ده من الجيل الحالي. المرار اللي شافه المصريين في من 67 لحد 73 محدش يعرفه ولا شافه الا الناس اللي عايشة في القضية دي او اللي عاشتها وقتها. والتهجير وما ادراك ما التهجير، مدن القناة اللي الناس اللي بتتكلم على تهجير أهل الدنباس لروسيا يقول لك يا ده يا بختهم، يا بختهم إيه؟ التهجير وحش، حتى لو كنت رايح نيويورك كاليفورنيا أنت بتتهجر، أو أنت ماشي مش على كيفك مش عارف هتروح تعمل إيه. فالوضع الإنساني في أوكرانيا طبعا في السبع سنوات اللي احنا بنتكلم عليهم النهاردة، تسرب كتير من الشعب، عمال اللي يروح بولندا، اللي يروح تشيك، اللي يروح اللي هيقدم على هجره على كندا، وكندا بتقبل على فكره اوكرانيين كتير. كل ده ليه معنى ان وليه مغزى ان الاتحاد الاوروبي فعلا ما وقفش جنبك ومش هو الحل. الحل في النهايه، في نهايه الحلقه لازم اقول لك عليه، ان الحل دايما في نفسك، في ايدك. اوكرانيا تبقى اوكرانيا، الشعب الاوكراني يبني بلده بنفسه، ما يعتمدش على حد، ما يقولش انا محتاج دعم من اوروبا او محتاج دعم من روسيا ومن غيرها ما اقدرش اعيش. لا، مش ده الحل. كل الدول الصغيره او الناميه او كده اول ما بتيجي يقولك ايوه مين هيقرضني بقى علشان نبني اعمار بقى او مش عارف ايه، هتفكر بالتفكير ده هيبقى مقالك مقال الدول المفلسه. كل اللي عمل عكس الموضوع ده وقالك لا مش هستلف او هستلف داخليا او هنبني بلدنا بنفسنا، هي دي البلاد اللي نهضت من مين؟ كوريا الجنوبيه، سنغافور، تايلاند، حتى بنجلاديش اللي ركزت في صناعة النسجيات والملابس الجاهزة. شوف بنجلاديش اقتصادها من الملابس الجاهزة بس عاملة ازاي. تركيا ما هي جنبنا اهي، كل الحكومات تيجي يقولك مين هيقرضنا بقى، هتقرضونا كام، كله جاي عايز قروض وعايز سلف وعايز دعم، والنيتو هيعمل لنا ايه بقى، هتجري ورا النيتو. اوروبا اديك شايف اوكرانيا بيحصل فيها ايه، وهي منتظرة عطف من الناتو والاتحاد الاوروبي. الشعب جوه قالك مش عايزين الاتحاد الاوروبي، معظم الاوكرانيين كفروا كفروا بالاوروبيين وبالناتو وبامريكا، قالك ده الناس دي شخاليل، ناس خلل، ناس ماريونيت اللي بيلعب فيهم نظام عالمي نفعي مش هينفعونا بحاجه. واجي اقول لك بقى من الناحيه الثانيه، انا كامريكا يقول لك طب انا اساعد اوكرانيا واقف ضد روسيا وهتديني كام واستفيد ايه؟ مش ده سؤال انا لازم اساله كامريكي، كرئيس امريكا، سواء بقى انا من CIA ولا بتاع اي واحد، انا راجل في السلطه، انا راجل بريطانيا، انا راجل المانيا مثلا، هتساعد اوكرانيا بكام؟ هتخسر روسيا مقابل ايه؟ اسال نفسك السؤال ده ايها المواطن بدون بقى الدخول في السياسه.
انت وانت جوه اوكرانيا، اوكرانيا تعمل ايه علشان تبقاش محتاجة لحد، انت نفسك على المستوى الشخصي ازاي تساعد نفسك من غير ما تحتاج لحد، ازاي ان انت ما تنجرش وتنجرف ورا الوظائف الصغيرة والبتاع طولها كلهم غلبانين. يا باشا البلد بتتفرغ من كوادرها، في ناس بتسافر، في ناس بتهاجر، في ناس راحت حتى من هجرة داخلية من كييف لليفيف، من كييف لليفيف، زي البعثة الدبلوماسية الأمريكية راحت لليفيف وبعد كده معرفش بقى يمكن مشي كلهم. بس هي الفكرة ان ما دام البلد بتتفرغ وفي وظائف بتبقى شغيرة، طب ما فرصة ليك ايها العربي او ايها المهاجر انك انت تشغل هذه الوظائف، البلد هتبقى محتاجة الوظائف دي قريب. ما دام انت راجل شجاع وقاعد في البلد رغم الظروف، سواء مجبر عليها، طبعا في ناس مجبرة انها تقعد، او شايف ان الموضوع مش يعني لا يخرج خارج اطار معين، اللي هو لو روسيا لا قدر الله احتلت اوكرانيا، وده حاجة انا ما احبهاش ولا عايزها، وانا ضدها، انا ضد الاحتلال على طول الخط، لان المبدأ واحد، اللي احتل مثلا الضفة الغربية والضفة الشرقية واللي احتل القدس، لو احنا سكتنا له هيحتل حاجات تانية وهتبقى سنة في الكوكب بقى، فلازم نوقف موضوع الاحتلال والتوسع والكلام ده، فيا رب الموضوع يقف عند هذا الحد. فالوظائف الشغيرة دي بقى ليك مكان فيها، انت ما دام قعدت في البلد سواء بكيفك او غصب عنك فانت في فرص شغيرة. البلد سواء هيبقى حصل احتلال او كده، ولا احتلها ده هيدمرها يعني، لا، مجرد ان هي هيغير الاسم، هيغير الرئيس، حط ده مكان ده وتفضل البلد شغالة. ففي ناس كتير بتقول كده في اوكرانيا يعني، ما مش سر، يقول لك الدنيا لو بقى في رئيس غير رئيس وبقى في نظام تاني غير النظام، خلاص هنكمل في حياتنا عادي، بس العالم اختلف ولا ما هنفضل زي ما احنا. وجهة نظرهم ان الحياة لازم تمشي زي ما مشيت قبل كده، يعني برضو ناس كتير تكرر الجملة دي، يقولك الحياة هتمشي في اوكرانيا بعد الازمة دي زي ما مشيت قبل كده بعد ازمتين تلاتة فاتوا. الشعوب دي عدى عليها كتير، يمكن انت اللي جاي جديد ايها المواطن العربي ما شفتش قوي او ما تعرفش قوي البلد دي كانت عاملة ازاي وعدت على مراحل عاملة ازاي وظروف الناس عشان توصل للشكل الجميل اللي انت شايفه دلوقتي ده عدت بايه. فخلاصة الكلام اللي عايز اقوله لك، مدام في فرصة حتى لو كانت اخر فرصة متاحة امامك، معلش انتهزها حتى لو الحرب بكرة، ما تقعدش تشغل نفسك بالحرب والسياسة والكلام ده، لان اديك شايف بتقعد بيهشكك بيهوشك، تروح في حتة وتيجي في حتة، يقولك احنا جامدين ورانا امريكا والناتو بتاع، وتلاقي بسهولة كده في جزء من الارض اتسلت استقل، هيجي يقولك مش عارف كذا 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 وهيحصل وهيخشوا كيف، وتلاقي ما يخشوش كيف، وتلاقي مثلا استردينا الارض تاني، اوكرانيا استردت الارض اللي اتاخدت، كل حاجة واردة. فمتشغلش بالك بالامور دي، اشغل بالك باليوم اللي انت فيه حاليا والهدف اللي انت بتهدف ليه من اول ما جيت اوكرانيا، لمدة 3 سنين، لمدة 5 سنين، الوظائف متاحة ان شاء الله، الحياة ماشية، الحياة شغالة، ما توقفتش ولا هتتوقف باذن الله. ندعو الله ان سواء الشعب الاوكراني او الروسي يسلم، لان يعني يسلم الشعبين ويسلم المنطقة كلها من اي حروب او اي صراعات، لان ببساطة شديدة الصراع ما بين الجندي الاوكراني والجندي الروسي تقيل وصعب. صعب ليه؟ ان انت محتاج تعبئه نفسيا عشان يحارب اخوه. طبعا ما فيش حاجة اسمها اخوة في السياسة ولا في الحرب، ولكن العقيدة مش هتبقى كاملة قوي، او مش هيبقى عنده ايمان كامل بهذه المعركة، فلو طولت ممكن ما يبقاش في رغبة في الاستمرار من جانب كل الجنود اعتقد، لان معظم الانسان اكيد عنده ضمير وعقيدة سليمة بغض النظر عن دخول في النوايا. ربنا يسلم الجميع ان شاء الله، نشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.